عليكم. أنا متطوعة في الهلال الأحمر المغربي النواصل. اليوم يوم عاشوراء، درنا حفل الوليدات الصغار، حنينا لهم وفرحناهم كبار وصغار، عطيناهم بعض الهدايا اللي فرحوا بها الوليدات بزاف. وبهذه المناسبة كنشكر الهلال الأحمر المغربي نواصر على هذه المبادرة هذه، اللي كنشكرهم بزاف بزاف. تشرفت اليوم بحضور حفل بمناسبة عاشوراء. الحمد لله الأجواء دازت زوينة بزاف، كان فيها الوليدات صغار حتى همايا، ودازت فترة النقيش الوليدات، وكذلك عطيناهم هدايا باش نفرحهم بهذا النهار. بمناسبة يوم عاشوراء كتنظم حفل بمناسبة عاشوراء، حضر فيه مؤطرين ومؤطرات، كان جو رائع، احتفلنا بالأطفال الصغار اللي جاوا مع المسعفين ومع المؤطرين، كان يوم مميز جدا. كان هناك نقش للأطفال الصغار وتقديم هدايا رائعة جدا، ودوزنا واحد اليوم رائع بمعنى الكلمة. كان فيه يعني رقص بمناسبة يعني عاشوراء، درنا أغاني دينية وفرحنا بزاف. السلام عليكم، معكم متطوعة من الهلال الأحمر المغربي لإقليم النواصر. اليوم كنت واجدة في المركز بسبب حفل عاشوراء، جبنا الأصدقاء ديالنا، الأطفال، الإخوات ديالنا، أصدقاء الجيران ديالنا. كنت شكر الأطر ديالنا بزاف، شكر جزيلا لكم. وتم توزيع هدايا للأطفال الصغار، وتم نقش من متطوعة من الهلال الأحمر، كنشكروها تهي بزاف، شكرا لك. وكنشكر الأستاذ ديالنا، شكرا جزيلا. اليوم حس لي الشرف وتواجدت بمركز الهلال الأحمر، كل شيء حضر فيه وكان داز نهار زوين، ونقش الدراري الصغار، وكان لي الشرف بزاف انا تواجدت به. وكنشكر كاع المؤثرين وكل شيء اللي شارك في هذا الليله الاحمر.